هكمل لكم بسرعة بعض الأخبار. النهاردة كان في مليارديران مصريان يشاركان بناديهما في الدوري المصري. النهاردة الجونة وزد شقيقان مليارديران وجها لوجه في الدوري المصري. نجيب ساويرس زد وسميح ساويرس الجونة. وزد كسب الجونة في الجونة النهاردة 1-0. وزد دلوقتي تاني الدوري. شفت الفلوس بتقول قلب. الفلوس بتقول قلب. زد تاني الدوري يا جماعة مع مودرن فيوتشر. اهو. ماتش خلص 1-0. لصالح زد. زي ما احنا شايفين اهو. علشان خاطر نجيب ساويرس يكسب اخوه ويكسب هذه المباراة. طبعا ضربة جزاء طبعا اهي لزد اللي احرز منها هدف الفوز او هدف الانتصار. عشان خاطر زد يرفع رصيده لست نقاط. جاب الجول محمد سمير قبل النهاية بسبع دقايق في الدقيقة 83. بص بقى حتى لما جم تناولوا في الوكالات بره وكالة الشرق بلومبرج بص قال لك ايه نجيب ساويرس ثروته خمسة دي الثروة دي 5.62 مليار دولار يعني. ده سامعها غلبان جدا ما جابش مليار دولار لسه والجونة مخلصة عليه. الجونة مخلصة ما جابش مليار يا عيني مليار دولار. انت بتقول 850 مليون دولار بس ده محدود الدخل كده من محدود الدخل يعني دلوقتي يعتبر بالنسبة للمليارديرات دول. شفت القيمة السوقية للاعبين نادي زد 5 مليون دولار القيمة السوقية للاعبته ونادي الجونة 2.5 مليون دولار وفق اللي بتقوله الشرق بلومبرج. عادي. طيب هقول لكم بسرعة بعض الأخبار وبعد كده أطلع على إيه؟ على الفاصل. الحقيقة امبارح هقول لكم الأول متسبي قال إيه؟ متسبي بعد الإعلان عن ترشيحات الكأس أمم أفريقيا اتكلم عن المغرب ووصف قال ان ترشيح المغرب او ترشح المغرب لاستضافة كاس العالم 2030 المغرب اعلنت عن نيتها بمشاركة البرتغال واسبانيا في استضافة كاس العالم 2030. قال ان هو مش ترشيح او لا ترشح لدولة افريقية مجرد ترشح لدولة افريقية انما هو ترشح لافريقيا كلها وانه افريقيا وكل الدول الافريقية هتساعد المغرب الشقيق لتطوير البنية التحتية للقارة كلها وهتساعده في الفوز ونيل هذا الشرف عشان يكون ليه دور في تسليط الاضواء على القارة الافريقية اللي استضافت بس مرة واحدة كاس العالم كان لجنوب افريقيا في 2010 لو تتذكره. طبعا المغرب كلنا وراها في هذا التنظيم. وكمان اتكلم متسبي وقال ان مصر ما عرضتش ان هي تستضيف كاس امم افريقيا 2027 وبنتمنى وبنشجع المصريين ان هم يعني يستضيفوا كاس الامم الافريقيه في اي وقت في المستقبل. عارفين اخر كاس امم افريقيا كنا استضفناها كان في 2019 واحنا قدرنا ننظمها في زمن قياسي لما حصلت ازمه وما كانش في حد يعني مش عارفين ينظموها ازاي فحصلت ازمه واستضفناها في 4 شهور يعني في يناير خدنا التنظيم كانت في يونيو بتتلعب لكن للأسف منتخب مصر ما كملش وخرجنا من دور الـ16. عايز أقول إن إمام عاشور تلقى رسالة مهمة جدا من فيتوريا المدير الفني للمنتخب عن طريق محمد غرابة مدير الإداري للمنتخب كابتن محمد غرابة وقال له انه فيتوريا متابعه جدا وبعت له رسالة واضحة جدا انه لازم يحافظ على مجهود هيبقى موجود المعسكر الجاي اكد له ده يعني بتاع اكتوبر على ان هو يستمر في ادائه والتكليفات اللي بياخدها من المدرب بتاعه والتزامه واكد ان فيتوريا شايف ان مستواه مميز جدا الفترة اللي قدمها مع النادي الاهلي من اول ما بدأ هذا الموسم
وكمان اشاد باشاده مارسيل كولر مدربه بيه. يعني فيتوريا بيشيد ان كولر بيشيد بالتزام امام عاشور سواء في التدريبات او في المباريات. الاهلي حل مشكلته مع الشركه المنظمه للدوري الافريقي، كان عنده مشكله في الاقامه وفي الطيران، خلاص الاقامه قالت لك احنا هنستضيف الفرق اللي هتشارك في الدوري الافريقي ليله واحده قبل المباراه. الاهلي قال لك ده هزار، ليله واحده قبل المباراه تبقى هزار، لازم ثلاث ليالي على الاقل. وافقت خلاص الشركه المنظمه للدوري الافريقي على ثلاث مباريات. اما تذاكر الطيران فقالت لك احنا هندفع ثمن التذاكر عادي في الطياره مش طياره خاصه. فالاهلي قال خلاص احنا ناخد الفلوس دي كاش كفلوس يعني نحصلها من اللجنه المنظمه والاتحاد الافريقي، واحنا هندفع الفرق وهنستقل الطياره الخاصه اللي بتخرج مع النادي الاهلي. خلونا بقى نطلع فاصل، هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هيكون معانا فقرتنا التاليه، كابتن نجومنا كابتن سيد معوض وزميلنا العزيز الاستاذ احمد الخضري.